في البداية أبدأ معك من نتائج هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي جمع ما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، هل بذلك نستطيع أن نقول أنها فتحت صفحة جديدة في العلاقات ما بين الطرفين وطويت صفحة الماضي؟ بالتأكيد، لأن هذا هو يعتبر أول لقاء يتم منذ الانقلاب، أول لقاء يتم بين الذين قاموا بالانقلاب والذين انقلبوا كانوا شركائهم في الحكم، وكذلك هو أول لقاء يعقد في إطار جهود الآلية الثلاثية فيما يتعلق بإيجاد حل للأزمة في الخرطوم. وبالتأكيد اللقاء تبادل أفكار حول حل الأزمة وكذلك كيفية العودة إلى المسار الديمقراطي. إذا مهما كانت الأمور تسير في اتجاه أن هنالك تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بالمشهد، لكن واضح أن هنالك تأثيرات نعم. طيب سيد أشرف، يعني قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كانت قد قالت بأنها شاركت أثناء هذا اللقاء مع المكون العسكري بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر، برأيكم ما هي هذه الخطوات التي تم عرضها في هذا اللقاء؟ قوى الحرية والتغيير تغطت في هذا اللقاء وبالتأكيد هذه المشاورات الجديدة، وهي أيضا تتحقق كثير من التحديات التي دائما تظهر في أسئلة يرفع غيرتها الشارع، خاصة أن الشارع يقول أن هذا هو ارتداد جديد، وهذه هي محاولة من قوى الحرية والتغيير لإعادة الشراكة والاتصال بالحكم وتقاطعه مع العسكريين مرة أخرى. فبالتالي لا بد لها من أن ترفع سقف المطالب، ولا بد أن تتحدث عن أن حوارها القادم هو حوار لإنهاء العملية الانقلابية بشكل كامل، وكل ذلك بالتأكيد هو أصبح الآن محط التفكر وتبادل الآراء حول حل الأزمة. إذا متى ما كانت قوى الحرية والتغيير اطمئن مكتب العسكري وأصبح الحوار بينه وبينه ثنائيا وإزعاج بقية المجموعات الأخرى، سيتم التوصل إلى نتائج، وربما قد تكون ذات المصطلحات القديمة قد تكون ذات الطريقة السابقة قد يكون جزء منها موجود، لأن الحوار في النهاية هو تسجيل. طيب ماذا عن شروط المكون العسكري؟ المكون العسكري واضح جدا انه تم حصاره لحد، خاصه وان الولايات المتحده الامريكيه كانت قد اعلنت صراحه في مؤخرا عبر الكونغرس انه اجازت احد القوانين وقالت انه حدث السودان يعتبر ابتلاء، وايضا قالت انها تستعين لكل الحلفاء الاقليميين في اطار التضييق على الانقلاب، ومعلوم انه في الخامس والعشرين في الخامس 15 من يونيو الحالي والتاسع والعشرين من يونيو يقوم البنك الدولي بمراجعة علاقته بالسودان وتصنيف السودان إما أن يتم ما هو موجود في حكم السودان حكومة انقلابية. كل هذه النتائج بالتأكيد أفرضت حصار كبير على المكون العسكري، وبعد لن يكن أمامه شيئا غير تقديم تنازلات حقيقية من شأنها أن تجعل الاستقرار السياسي هو الأهم في هذه الفترة، بدلا من المواصلة في طريق الاستيلاء على السلطة بذات الطريقة، لأن كل المشكلات والمحاولات التي بذلها لم تستطيع أن توقف مد الشارع وضغط الشارع على المكون العسكري، لأنه يرفض الخطوة التي اتخذها عبد الفتاح البطال في 25 من أكتوبر الماضي. طيب كان هنالك تأكيدات لعضو المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي للسيد ياسر عرمان بأن هذا الاجتماع مع العسكريين وذلك بهدف إنهاء الشراكة وليس لإعادتها، ما الذي يمكن أن نفهمه من تلك التصريحات وتلك التأكيدات للسيد عرمان؟ إنه قوى الحرية والتغيير ما زالت مستمسكة شروطها الأساسية التي رأناها مهمة وأساسية، هذه الشروط تمثل في إنهاء الشراكة في إنهاء الحالة الانقلابية الحالية، ولكن لن يشكل هذا عثرة ما بين الطرفين للوصول إلى توافق. هو في النهاية أستاذ هذه القضية هي قضية سياسية وقضية الآن في إطار وفي كل في التفاوض كل الأطراف تعلق بكل مصالحها السياسية، وطبيعي أن تقول دور الأمير التغيير هذا لأنه لا يتعارض مع الشارع، ولأنها تخشى أنها إذا وقعت في نتوج الشراكة الماضية قد يؤثر ذلك عليها. الان هنالك هتافات لقوى الحريه والتغيير في الشارع السوداني اليوم لانها بعد دماء الشهداء
وهكذا. وبالتالي قوى الحرية والتغيير دستور متعنت وإن كان هنالك لقاءات قد تمت بينها وبين العسكريين، ولكن هذا كسر الحاجز وكسر الجنون خاطر بالعملية التفاوضية نفسها، وهذه خطوة جيدة في إطار العسكري السياسي.